علشان خاطر سعادتك، ولا زلنا نتحدث عن موضوع الهدف وموضوع النية، وكنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العلم اكتشف إن كل حاجة في الدنيا متسجلة في نطاق من الطاقة يحيط بالكون كله، أطلقوا عليه مجازا اسم العقل الكوني، وقالوا إن أي حد في الدنيا بيحاول يوصل لهدف معين لو بدأ يركز شوية في هدفه هيجيله إلهامات، أو بمعنى بسيط شوية الريسيفر اللي في دماغه هيشتغل وهيلقط الداتا المتسجلة في العقل الكوني، فهيصل بسهولة لمعلومات تخليه يوصل إلى هدفه. ورزقكم في السماء وما توعدون، رزق سعادتك موجود في السماء، وربنا بيقسم بالمعلومة دي، باقي بس انك تشغل الريسيفر بتاعك عشان تاخد من الرزق زي ما انت عاوز. واعرف ان لو كل المخلوقات اللي ربنا خلقهم وكل بني آدم لو اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد سأل ربنا مسألة، لن ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جبت إبرة نزلتها في البحر وطلعتها، شوية المية اللي تعلقوا في الإبرة هو ده اللي هينقص من البحر. ولو كل الناس دعوا ربنا وكل الناس أخدوا اللي هم دعوه، لن ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بذمتك في سعادة وراحة أكتر من كده؟ قاعد بستني إيه؟ ليه ما تحاولش تحط أهداف وتسعى بسرعة لتحقيقها؟ ليه ما تعرفش إن كل حاجة في الحياة ليها قوانين، أول ما تتبع هذه القوانين هتوصل بمنتهى السهولة لتحقيق كل اللي أنت بتحلم بيه. وإحنا قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات إن الإنسان بيخلي قدره بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما هو عاوز، يعني ربنا مديلك الفرصة إنك تخلي حياتك زي ما أنت عاوز. ليه ما تحاولش تستغل هذه القوة اللي ربنا مديها لك، القوة المستمدة من الله سبحانه وتعالى؟ على فكرة علماء الطاقة بيقولوا معلومة مهمة جدا، إن كل شيء في الكون هو عبارة عن طاقة لو إحنا حللناه لعوامله الأولية. وقالوا إن تجمع هذه الذرات حوالين بعض أو تماسكها بينشئ مجال من الطاقة بيكون حوالين الجسم أو حوالين الشيء. مجال الطاقة ده متسجل فيه داتا ومتسجل فيه معلومات، وفي ناس بتتدرب إزاي تعرف تقرأ هذه المعلومات المسجلة حوالين أي شيء. وهنا لما حد مثلا بيروح لحد من الدجالين أو من العرافين أو كده، هو بيكون متدرب بطريقة معينة إنه يقرأ معلومات متسجلة في نطاق الطاقة المحيطة بالإنسان، فيقول له اسمك إيه أو اسم والدتك إيه أو اسم بلدك إيه، أو يحكي له حاجة حصلت له في الماضي. ده علم مفيش فيه مشكلة. النقطة المهمة إن هو بياخد المعلومة دي فيخلي الشخص يخاف ويتخض ويبدأ يتكلم عن المستقبل. هنا الغلط. علماء الطاقة بيقولوا بقى إن كل شيء في الكون حواليه مجال من الطاقة متسجل فيه تاريخ الحاجة دي وكل حاجة حصلت حواليها. إحنا برضو كده على فكرة، مجال الطاقة ده هو اللي هيجي يوم القيامة هيتفتح زي الكتاب متسجل فيه كل حاجة في حياتك. نتكلم أعمق شوية بعد الفاصل. ورجعنا لسعادتك علشان خاطر سعادتك. كنا بنتكلم إن علماء الطاقة بيقولوا إن كل حاجة في الدنيا بيحيط بيها مجال من الطاقة، مجال الطاقة ده متسجل فيه معلومات بتفضل محفوظة منذ أن أوجد هذا الشيء لغاية ما ينتهي. وإحنا عارفين أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وبيقولوا إن مجال الطاقة المحيط بالحاجات دي بيكون فيه معلومات كتير متسجل فيها كل حاجة حصلت في تاريخ الشيء ده حتى الإنسان. ركزوا معايا شوية كده، ربنا بيقول في القرآن: إن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحد التفسيرات لهذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولكن لو تأملنا هذه الآية بعمق شوية هنلاقي إن ليها تفسير تاني، إن ربنا كل حاجة في الدنيا
أحاط حواليها علم، أحط علم حواليها، إن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلماء بيقولوا إن الإنسان لما بيهدف أو بينوي يحصل على شيء، هذا الشيء بيخلق له في عالم الطاقة. الشيء ده لما يخلق في عالم الطاقة بيكون محاط بعلم، هذا العلم متسجل فيه أسهل الطرق للوصول لهذا الشيء. الكلام اللي بقوله ده كلام عميق قوي، ركز فيه، لأنك لو وعيته وفهمته هتحقق أي أحلام في حياتك. علماء الطاقة بيقولوا إن الإنسان طاقته بتجذب مثيلتها، ودي قلناها على السريع في أول الحلقات، قلنا إن الإنسان على طول بيطلع طاقة، والطاقة دي بتتأثر بأحاسيسه. يعني لو عندك أحاسيس سلبية أنت بتخرج من جسمك طاقة سلبية، ولو عندك أحاسيس إيجابية أنت بتخرج من جسمك طاقة إيجابية. الطاقة دي بتشد لحياتك مثيلتها. عارفين لو واحد ناوي مثلا يكسب، أو ناوي يعمل بيزنس ويكسب فيه فلوس تقدر بمليون دولار مثلا، لو ما قدرش يجيب الطاقة دي أو الإحساس العالي ده هيبقى فيه صعوبة للوصول ليها، هيبقى ماشي في طرق مختلفة وهيقابل صعوبات. ولكن أول ما يعيش كأنه بالفعل هو عنده الفلوس دي، هيصل بمنتهى السهولة وهيجذب هذا المبلغ إلى حياته، وهو نفسه هيتشدله وهيشد كل المعلومات من مجال الطاقة حوالين المبلغ ده اللي توصله بمنتهى السرعة. كل ما كنت متيقن ومتأكد إنك هتحصل عليها، كل ما وصلت لها أسرع، وكل ما عرفت الطريق الأسهل. على فكرة لما تقولها بوعي وانت بتصلي اهدنا الصراط المستقيم بمنتهى السهولة، لما تعملها 17 مرة في اليوم بهذا الوعي وهذا العمق، اعرف ان ربنا هيخلي كل حياتك سهلة ممتعة، هتوصل لكل اللي انت عاوزه بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر. ان الله قد احاط بكل شيء علما. اعرف انك لما تبقى عاوز تحقق اي هدف مطلوب منك حاجتين غاية في الأهمية. اقعد مع نفسك في مكان هادي، تخيل نفسك بتنجح، او تخيل نفسك في قلب الهدف. يعني طالب مثلا عاوز يطلع الاول، اقعد في مكان هادي وتخيل نفسك بتتكرم من رئيس الجمهورية لانك الاول على البلد. اول ما تتخيل ده، علميا الحاجة دي هتتخلق لك في عالم الطاقة حواليها داتا، هتلقط منها كل المعلومات اللي توصلك ليها بمنتهى السهولة. اقعد مع نفسك، فكر بهدوء، استخدم هذه المعلومات ووصل لهدفك، واحمد ربنا قوي، وتأكد انك لما تحمد ربنا ربنا هيزودك. لئن شكرتم لأزيدنكم. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.